اصحي يا نور، بقى انا الساعه. حاضر حاضر. نعم. يلا بصي، انا هفكر النهارده بقى انتقم من الغلس ده. بفكر النهارده بقى ان انتقم من الغلس مهند ده. وانا برضو، عشان يعني بصي بوظ لي الروج بتاعي اللي انا كنت لسه شارياه معاكي، هو بوظه لي اللي كان درجته حلوه ده اللي انت كنت عايزاه. ايوه برد قوي، كل شويه بوظ لنا حاجات يعني. طب تعالي نقول، تعالي يلا نروح بس نفطر الاول، بعدين بقى نبقى نشوف هنعمل ايه. طب استني ايه؟ احنا نعمل فطار لنفسنا ولا نصحي ماما؟ لا نعمل فطار ليهم ولينا، بس مهند مش هنعمله. عقابا ليه؟ لا بقى ماما هتعمله. بصي احنا نعمل فطار لنفسينا بس. احنا كبار كده كده، عندنا 12 سنه. يعني مش هيقولنا حرام ما ينفعش تمسكوا النار، واحنا اصلا يعني هنعمل بيض مسلوق، نقلي بيض قصدي، وهنعمل يلا اي نعم. بقى اي حاجه يلا. بقول لك يا نور، احنا قلنا بلاش نعمل بيض بقى وناكل ده، صح؟ ناكل كده اكل مفيد. استني نطلع اللبن. طب طلعي انت قبل ما انا احطه في اجيب الاطباق. ماشي، هاتي المطبقيات. مطابق مطبقيات مطبقيات. يلا خدي انت مطبقيتك واعملي بقى. ماشي شكرا. يعني هعمل بتاعي الاول. ايه استني. طب استني اما اعمل بتاعي. لا يلا انا الاول. انا شفتني معايا اللبن اصلا. يلا حطيت اللبن. استني يلا انا اوكي. حطي لي هذا افطر. هو قليل قوي ليه؟ ما اعرفش ليه كده. تعالي نحط كمان شويه. احنا بهدلنا المطبخ قوي. يلا يا دور ماما بهدلنا. يلا بسرعه. كويس ان احنا بنات نقدر ننظف بنفسينا. ايه ده؟ يلا كل ايه ده؟ لا جميل جدا. خلاص خلصت. وانا كمان. استني يلا يا نور. استني احطه. يلا حطيه. حاضر بحط. استني احطه. افتحي عليهم الميه عشان ان هم ما ينشفوش كده. يلا يلا بقى نشرب. يلا انا بحب الفراوله قوي. تعالي ثانيه كده. ثانيه ما نشربهاش. ثانيه نشربها في الجنينه. تعالي كابتشينو على فكره. ايش انا بشرب كابتشينو. استني يا بنتي. نعم 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 استنيني. يلا يلا نقعد هنا فرصه. احسن حاجه ان بابا وماما نايمين، احنا بنسحب لهم بكتير. الله يلا شربي. بتاعي كان جميل جدا. وانا بتاعي كان تحفه. يلا نقعد هنا شويه. تعالي بس نحطهم. استني ما تمليهمش، انا هغسلهم. استني هتم اغسل. طب ما اغسل بتاعتك. المواعين هتبهدل لماما المكان، انا هغسلها. يلا يا نور احنا كده خلصنا. اوكي يلا بقى عشان نروح نصاحب بابا. احنا قلنا هنعمل المقلب. طب ايه المقلب؟ عندي فكره. هنحط شامبو، هنحط بدل الشامبو سلايم. نحط بدل الشامبو كاتشب. ماشي لان اخونا كل يوم تعالي هنا يا نور. عايز اعمل وقت. تعالي بسرعه. مهند كل يوم بيصحى الصبح ياخد شاور. تعالي بس نحط له الدش كده. الحمد لله ماما بتاخد الشاور يا بابا. ما بياخدوش شاور. ايه ما بياخدوش يعني شاور قبل اول ما يصحى؟ يعني ممكن ياخده في ايام تانية، لكن مهند كل يوم الصبح لازم ياخد شاور. تعالي بس نجيب الشامبو. اوكي احنا كده حطينا في الشامبو. يب كده حطيناه. يلا بقى نحطه. يلا بس ما غسلتش وشي تصدقي. انا بحب اخد شاور الصبح. لا خلاص بقى بعد ما هو ونبقى انت بتاخدي شاور. طيب يلا تعالي يلا نروح نصحي ماما وبابا. اوكي يلا ونصحي الاول. لا بابا ماما عشان ماما وبابا يخشوش الحمام ويكتشفوا. ماشي يلا تعالي صحي ماما وبابا اول ما اخلص مهند. مهند. نعم. ايه يلا اصحي يا مهند، احنا بقينا بدري يعني. يلا الوقت اتاخر. يعني الساعه كام؟ يعني الساعه 11 الصبح. ماشي يلا خش بقى الحمام انت. او لما احنا يعني نجهز الاوض، نرتب الاوض. اوه الحمد لله. يلا اما نقعد. اما اقعد قصدي اعملي لي واحد كابتشينو. يو بقى لسه هعمل لك. ما تعمل لنفسك اما تخرج. لا اعملي لي انت عشان هبقى بعد بردان بقى واطلع الدفه بقى. يا غلستك، هو كل يوم الاسطوانه دي ما تستحماش. لا ما انا خلاص دي انا ماشي مش هستحمى براحتي. لا خلاص ايوه كده. يلا بقى اتفضلي اعملي كابتشينو قهوه مظبوطه. ماشي يا رب المقلب كان هيبوظ. يو بقى مش عايز اعمل له كابتشينو زي كل يوم. نور نعم يا نور. نعم صحيتي ماما وبابا؟ نعم. ايه مين تريد؟ ماما عايزين ايه؟ الواحد ما يعرفش ينام في بيته بالظبط كده.
ماما يلا بقى اصحوا الوقت اتاخر. ايوه يا بابا الساعه دخل على 12. ايوه يا ماما عشان يا ماما احنا لازم ان انتوا تروحوا. انتوا اللي عملتوا شغل الحاجه بقى لون اخضر. بصي بقى عشان تبقى تخليني اعمل لك قهوه عشان تبقى وزلي المكياج بتاعي كويس. وانا مش هعمل لك حاجه، روح بقى اعمل لنفسك قهوه. ماشي هوريك النهارده. ابقى ورينا. مش هتعرف تورينا. نقفل بقى علي. المقلب ظبط. يلا يا ولاد عشان ايه ده؟ ثانية ايه اللي انتوا عملتوه في اخوكوا ده؟ يا ماما ما هو ماما اللي بوظ لي يا ماما المكياج بتاعي اللي كنا شارينه ب 40 جنيه وكل يوم يخليني اعمل له قهوه وكمان يقعد يدلقها وكمان يخليني اعمل له قهوه تاني واحنا مالناش دعوه يا ماما. ويبوظ لنا الميك اب بتاعنا كمان. خلاص يا بنات خلاص. ايوه خلاص يا بنات انا هعاقبه. وبعدين الميك اب ده غالي ب 40 جنيه، ده صباع الرز الواحد ب 40 جنيه، حرام عليه والله العظيم. خلاص ما تزعلوش هبقى انزل واشتري لكم مكياج. ايوه يا ماما شطوره. شكرا يا ماما شكرا. اي لاف يو. انا هحضر ثاني بقى مكافاه ليكم، احنا هنحضر لكم الفطار. احنا فطرنا يا ماما خلاص. ماشي يا حبايبي ربنا يخليكم. يا رب ربنا. انا جايورك ونبي ماما. يلا بقى انتقامي ليكم عشان تبطلوا تيجوا جنبي. ايه اللي انت عملته ده يا مخان؟ انت ايه اللي انت عملته ده في اخواتك؟ ما عملتش حاجه. مش هم اللي عملوا ايه؟ ما انت اللي بتبوظ لهم ميك ابهم وكل يوم تخليها تعمل لك قهوه. ما تعمل قهوه بنفسك يا شيخ. ايوه فعلا. ويلا النهارده بقى احنا كنا هنخرج وكنا هنجيب لكم احدث الموبايل اللي نازل جديد، بس النهارده ولا هنعمل لكم اي حاجه، هنعمل لهم هم، لكن انت هتفضل قاعد هنا في البيت ومفيش أيوة. خروج وهنقفل عليك بالترابيزه. وكمان مش هتاخد كمان مش هنجيب لك موبايل 11 برو 12 برو ماكس. تعالوا يا بنات. شكرا يا ماما. بابا الحقوني يا ماما ده عيل شرير قوي. ايوه يا ماما بارد. خلاص بقى يا اولاد النهارده بقى هنجيب لكم موبايلات جديده وهنعمل لكم كذا مفاجاه النهارده. يلا بقى ايه ده؟ الله يا لا 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 هيجيب لنا موبايل. مش هضربك تعالي. يا سامي خلاص انت. هو انا مش قلت لك تبطل ولا انت مش هتحرم؟ خلاص انا هنام. ما عندوش دم. يلا يا بابا ماما نروح عشان استنوا يا ماما راح البس الورد بتاعي الجميل الحلو اللي راح اجيب بيه ابيل. سوري. 1 2 3 ما بتكلمش كده. ايه ده ولد واحد.